أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا الأخيرة، موضوع دائما بنحكي عنه كل الصبايا، موضوع مهم. اليوم رح نحكي عن الألوان. تعد الألوان فينا نقول أداة اتصال قوية إلى تأثيرها. كتير بنسمع عن طاقة الألوان، قديش بتأثر هي الألوان على شخصيتك، على انفعالاتك، وعلى مشاعرك، وعلى الآخرين. في كتير جمل بنسمعها سلمى، إنه هيدا اللون بيلبق لك، في ألوان بتلبق لأشخاص أكثر من أشخاص، وبتنعكس على حالتهم المزاج. لنحكي عن طاقة الألوان وتأثيرها معنا السيدة لنا كورية، اختصاص علم طاقة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم نور وصباحكم ألوان حلوة. يسعد صباحك وصباحك طاقة دائما حلوة إن شاء الله يا رب، وأيضا هاي الطاقة تنتقل لكل يلي عم بيتابع فقرتنا لليوم. خلينا نبلش ونحكي شوي عن مفهوم طاقة اللون وقوتها وتأثيرها على الجسم. هلا فينا نقول انه دائما الانسان سبحان الله وقت يبدا نهاره هيك بتلاقيه بيتوجه لا شعوريا على طاقه النور، صحيح، على الضوء الحلو. ولما بده ينام بالليل او شيء بتلاقيه بصير بده الاضويه الخافته الهادئه. مشان هيك نحن دائما بنقسم الالوان انه عندنا الوان دافيه والوان بتكون صارخه، وهذا الشيء بياثر علينا حتى بلبسنا. بتلاقي الانسان اذا شوي كان ميال مثلا انه يكون حزين كئيب بيختار شوي الوان غامقه او بيميل للاسود او هيك، واذا كان مثلا مبسوط او هيك تلاقيه بيتجه للالوان الفرايحيه الحلوه. ودائما انا بقول سبحان الله انه نحن بقلب الطبيعه عندنا العلاج تبعنا. انه بتلاقوا لحالات مثلا الانسان اذا متوتر او شيء دائما عندنا السماء انه لون الصافي تدرج الازرق الهادي تبعه بيهدي النفس تبعنا بيهدينا. او بتقولي انا تعبانه معصبه جاب علي روح على البحر، بالله شعور انه لون البحر ولون هيك بخليكي تهدي. او نفس الشيء الطبيعه الاخضر، الاخضر بتحسي حالك عندك شيء شفاء. اذا واحد قلبه تعبان او متعرض لصدمه مثلا عاطفيه او عنده اي وجع بالله بتلاقيه لا شعوريا عم يتجه لمنطقه مثلا بيقول جاي على بالي اطلع على الجنينه على الخضار. عندنا بقلب الطبيعه العلاجات الكامله لنا. وهلا باول الربيع مثلا بتحسوا انه حتى الارض سبحان الله بصير لون الورد اصفر. انه بيخلي انه تيجي عندك هيك نوع انه كانه مثل بتروحي شوي من كآبه الشتاء، وبهيك بتكون بلشه بالتعب وبالبرد بتلاقي بلش عندك سعاده، عندك الاصفر بيخليك تكوني مبسوطه، عندك شعور حلو كثير. سبحان الله. بقى انا بقول العلاج الموجود اللي بالطبيعه لحاله كافي، بس اذا عرفنا كيف نستفيد منه. طيب خلينا نحكي عن قوة الألوان والألوان القوية وتأثيرها. إذا بنبلش بتدريجات الألوان، قديش هي الألوان قوية إلى تأثير على الشخصية، وكيف فينا فعلا نحن نستغلها. هلا نحن بشكل عام بنقول انه الالوان دائما انه الانسان يكون معتدل دائما، ما يختار لون واحد له ويضل انه مثبت على هذا اللون، لانه بصير حتى بياثر ذبذباته علينا كطاقه. وهي بتلاقيها عند كثير من الناس، بتقول لك اغلب خزانتي مثلا لونها ابيض، اغلب خزانتي لونها اسود. في لون بتلاقيه بيجذبك لكل شخصيه مضبوط، بس نحن بدنا ننتبه مثلا انه هلا اللون الاسود بشكل عام كثرته هو بيمتص طاقات الغير وبيمتص الطاقات بشكل عام كلها. بقى بتلاقي احيانا اللي بيلبس كثير اللون الاسود بعد فتره بحس بحزن او بكآبه، ما بيكون حدا مرتاح كثير. بنفس الشيء مثلا كمان هو اللون الابيض بنقول انه هو لون معتدل، عشان هيك تلاقينا انه بيتاثر بكل الالوان. تلاقينا مثلا ببيوتنا اغلب الدهان بيكون ابيض وبيتشارك بالوان ثانيه، بس دائما الاحسن انه نعتدل. انه اوكي مثلا انا بحب اللون الازرق، بس خلينا انه نحن نعمل مثل ما بيقولوا توازن، لانه ما فينا بس لون ازرق على الحلم، لنا كمان نلبس الوان ثانيه، لان كل لون له تاثير معين كمان على اعضاء بالجسم. مثلا مثل ما قلنا الاخضر بيعالجوا مثلا بيعالجوا بالالوان، بيعالجوا مثلا القلب، الاصفر، الابيض لليرقان، يعني كل شيء. الكبد مثلا هلا بشكل طبيعي حتى بالاكل تلاقي انسان اذا كبده تعبان او شيء بيقول انه بياكل ارتيشوكي، او بيقولوا له مثلا بدك تاكل العصا تشرب عصير اخضر، او اللي عندهم فقر دم بيقولوا لهم شوندر بندورة الالوان الحمراء. يعني كثير الالوان كمان بتساعد بالاعضاء بالجسم. هلا بنتجه كمان بالفونك شوي للالوان، انه ما تكون الالوان بنسميها لحنا القويه اللي مثل مثلا هلا هي بتكون الوان بيسموها الوان يعني دافية حامية، بتكون شوي مثلا مثل اللون الأحمر الصارخ، أي ألوان بتكون بألوانه الغامقة بيكون لون صارخ، هي بنبتعد عليها للغرف. هلا مثلا اللون الأحمر بشكل طبيعي
هو بيعزز الانتماء، هو مثلا مو بس لون للمحبة أو للحب مثل ما بنقول، لا، أي شخص بيكون بغربة بحس بانتماء أو شيء بتلاقيه لا شعوريا بيتجه للأحمر. بس بغرف النوم للأطفال لا، ما بيسوى، لأنه هو بيعطيهم طاقة زيادة، بيحفزهم كتير. ما نحاول أنه نخففه. في فرق بين ما نستعمله كلون عام وبين ما نحطه كأكسسوارات. مثلا اللون الأورانج بنقول أنه هو بيفتح الشهية وبيخليك تحسي بسعادة، أو هيك تلاقي بتجو فيه بالمطاعم وهيك. بالبيت كمان مستعمله بألوان خفيفة. دائما أنا بقول أنه بالبيت فينا نستعمل الألوان بسموها الباردة، اللي هي مثلا بتكون مثل الأزرق الفاتح، الدروجات الأخضر الفاتح كتير، يعني بده يكون كتير الحذر الإنسان باختياره. ودائما بإكسسوارات أنه فينا نبدلها، أنه نستعمل شغلات نقدر نبدلها دائما، نغير ألوانها، نغيرها. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، يعني حكينا شوي عن طاقة اللون بشكل عام، أنه صرنا بنعرف أنه في ألوان بتعطي طاقة فرحة، في ألوان بتعطي شوي حدية، وتستخدم يعني اليوم نعرف بالمشافي تستخدم ألوان معينة، الأخضر الأزرق، الأزرق خصوصا بيقولوا مثلا صبيان بيحطوا لهم أزرق مشان التوتر والحركة، البنات بيحطوا لهم زهري، وهي التقسيمات مدى صحتها وكيفية استخدام شوي شوي. يعني اليوم أنا الأطفال بقدر لسه سيطر على المحيط اللي هو حواليهم واتحكم فيه، بس الشخص لما بيكبر ببلش هو بقى بيختار. فغير نحكي عن هي الاختيارات. هلا الشخص لما يكبر سبحان الله الإنسان بفطرته بيكون حاسس حاله انه هو احيانا بيفتح خزانته، بيقول مثلا انا بدي، بيكون مقرر انه يلبس شيء معين، شيء معين، وفجاه بتلاقي مثلا اتجه للون محايد، مثلا كان بده يلبس ابيض اختار لون الاورانج او شيء. بيكون عنده هو دافع او نفسي، يعني او انا انسان مثلا مبسوط اليوم كثير بدي اعبر على هالسعاده، بدي اعبر هالشعور التفاؤل تبعي، باخذ هاللون. أو العكس صحيح كمان، بيكون إنسان مثلا عنده شوي كآبة، متعرض لأزمة نفسية، متعرض لشيء معين، بتلاقيه اتجه للون اللي بيعبر عن حالته. أو كمان مثل ما قلنا بجوز عن الحالة المرضية تكون، إنه مثلا شخص حاسس بتعب معين لا شعوريا، يعني الفطرة تبعه بتدله إنه هذا اللون اللي ممكن يساعده. وهذا الشيء بيأثر على نفسيتنا حتى لما نلاقي شخص مقابلنا. احيانا مثلا بتلاقينا قاعدين مجموعه اشخاص عم نتجه لشخص نحاكي عواد للتانيين، مو بس هو بسبب طاقته او حالته، لا، هو كمان بسبب اللون، لانه هذا اللون جذبنا، لانه عم بيساعدنا لنحن نطلع من المود اللي نحن فيه، او عم بيساعدنا مثلا انه عندنا حاله معينه مثلا مثل لنفرط شقيقه او وجع راس معين او شيء. بنطلع على اللون مثلا، ما انا بجوز ما اقدر اطلع على الاحمر كثير او هيك، مثلا بطلع على اللون انه اللي بيريحني اكثر وبيخليني اكون مرتاحه اكثر. وبنفس الشيء في ايام، في لنا ايام الوان داعمه على حسب الكواكب، ونحن ممكن نقولها مثلا مثل اليوم الاحد هو تابع لكوكب الشمس بيدعموا اللون الابيض. بقى مثلا بشكل طبيعي انا مثلا اليوم بقول انا بدي البس ابيض، انه بيعطيني نوع من الدعم، يعني ما انه هو بيصير كل اللون راكز، ممكن بدي ركز كل يوم على هذا اللون، لا، بس هذا بيدعمه. عندنا نهار التنين بيكون تابع لكوكب القمر، بيكون في اللون البنفسجي والفضي. نحن كل ما نلبس هالالوان مثلا نهار التنين لازم يكون عندنا لو حجر مثلا او اكسسوار او بنطلون او اي شيء بس يكون فيه احد هاللونين، بحس بصير نحن بنكون ماشيين مع الترددات الطبيعيه لهذا الكوكب ولهذا اليوم. عندنا نهار الثلاثة المريخ بيكون الاحمر، انه بنلبس الاحمر. عندنا الاربعة بيكون عطارد الاصفر، والخميس بيكون تابع للمشتري اللون الاورانج البرتقالي، والجمعة الزهرة الاخضر بنلبسه، طبعا اللون بيكون بمشتقاته كلها. والسبت عندنا زحل بيكون الازرق او الرمادي الرصاصي. كمان هدول بيدعمونا وبيخلونا مثل ما بيقولوا ماشيين بتيار الطاقه الحلو، وبيخلونا نشعر انه ممكن نحن ننوع، انه ما ناخذ اتجاه اللون الواحد، اتجاه يعني انه نكون حياديين للون واحد، نجرب كل الالوان ونجرب كل الطاقات والذبذبات. وبعتقد اكثر حدا شاطر بهالموضوع هو الهنود. ثقافاتهم بتحسي كثير بيلبسوا الوان وشغلات، عندهم مهرجان للالوان، صح؟ ايه بتحسي انه في، بس بتحسي بسعاده، يعني انت عم تتفرجي نحن صراحه طيب ما في فرح، صحيح؟ ايه احنا ما فينا نفوت بهالالوان نلبسها بجوز، بس بتحس حالنا مبسوطين. طيب بالختام نصيحه اخيره لكل اللي عم يتابعونا بطريقه استخدام الالوان بشكل صحيح تنعكس بحياتنا بشكل انا جميل. انا هذيك المره بدي اقول ما اقول صراحه، انا رح اقول لهم انه على استخدام كثير بنستخدمه بطاقه المكان، وهذيك
كل مرة قلت بدي أحكي صراحة بس ما ساعدنا الوقت، هو المحفظة تبعنا إنه الجزدان تبعنا، إنه أنا كتير نحن متعرض لهذا السؤال، إنه صحيح اللون الأحمر منيح، اللون الأحمر كتير منيح بيكتر المصاري ولا لا؟ بيجذب المصاري. أوكي. طبعاً هو لون ازدهار لا بس أنا كمان بدي لكم شغلة إنه اللون الأخضر كمان كتير منيح وكتير مهم، بس اللون الاخضر في مشكله انه بيخليك تصرفي اكثر. ما بدنا الاخضر، اللون الاصفر واللون لا، وفينا الاسود والازرق كثير، هدول الالوان ضروريين، بس نبتعد عن المحافظ اللي بيكون لها احرف او كلمات لانه ما بنعرف شو مدى تاثيرها. والشغله الثانيه اللي بدي اقولها انه ما تكون عتيقه او يعني قديمه كثير، لانه هي بتجلب طاقه، بتجلب الذبذبات تبعها، ممكن تجلب الحظ اللي مو منيح او الفقر مثل ما بيقولوا. انه نحافظ نكون، وكل ما كانت النوعيه تبعها طبيعيه، جلد يعني جلد طبيعي، صوف اي شيء او ماش اي قماش او شيء، كل ما كانت طبيعيه بتكون كثير احسن. كمان والمهم الترتيب، انه نحن حتى بالجزادين الكبيره او جزاديننا الصغيره ما يكون عندنا كثير كركبه، وما نحتفظ بفواتير وراق وقصص ما بدنا اياها قد ما بعدنا عن احنا الوراق اكثر من المصاري. اي معناتها انت عم تجذبي هي الطاقه اللي يعني بحط كثير مثلا فواتير وهيك، بده هو يدفع فواتير، عم يستدعي من الكون هي الطاقه. بقى انا كثير بقول انه خلينا ننتبه لهذا الموضوع. خلاص اكيد، وشكرا كثير لك يعني استاذه لانا كوري على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد الكل يكون استفاد منها، ونهارك اكيد سعيد وكله طاقه يعني. حياتي نهاركم ابيض مثل ما بيقولوا، الوان حلوه بهالربيع الحلو. كنا سعيدين اليوم بوجودك ست لانا كوري، اختصاص بعلم الطاقه، شكرا لوجودك معنا.